الجامعة وبعدين هسيبه بعد كده. طب كويس، خليك فكرتني في بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا أن نلتقي في هذا الصباح المشمس الجميل معا، وتكون ندوة مثمرة ورائعة بالنسبة لنا جميعا. حقيقة يشارك في المجلس الأعلى للثقافة وكلية الجامعة، وهي تتعلق بالقرن 21. والحقيقة يعني هذه الفكرة، احنا طبعا كلنا همنا التعليم، ونتمنى ان نكون نصل بتعليم اولادنا لاقصى حد ممكن من الرقي. دعونا نعود مرة اخرى الى الندوة. والحقيقة انا بشكر استاذ الدكتور معتز عبد الله ايضا، مقرر لجنة الثقافة، مقرر لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الاعلى للثقافة، ولولا وجود ظرف قاهر عنده لكان بيننا الان، وان شاء الله ربنا معاه وياخذ بايد بنته. الحقيقه انا برحب بالجميع الساده الحضور، برحب باساتذتي واساتذتنا كلنا، استاذ الدكتور نجيب خزان، استاذ الدكتور عصام هلال، استاذ الدكتور كمال مريد، استاذ الدكتور محمد امين مفتي عميد الكليه السابق، استاذه الدكتور عزه اهلا بيكي، الأستاذ دكتور عبد الهادي، أهلا بحضراتكم كلكم ولادنا الطلاب، أهلا بكم جميعا. برحب بالأستاذ دكتور حازم راشد وكيل كلية التربية للشؤون الطلاب وللشؤون البيئة. أيضا بشكر مرة أخرى الأستاذ الدكتور ماجد أبو العنين عميد الكلية لكل ما قدمه من إسهامات لنا من أجل أن تكون هذه الندوة مثمرة وناجحة. فليتفضل سيادتك. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا اليوم يوم مشهود، على أساس أنه بيأكد حاجة مهمة جدا، وهي دور كلية الثقافة على إتاحة هذه الفرصة لكي تقدم كلية التربية دورها أو تمارس هذا الدور من منطلق مسؤوليتها في هداية أبنائنا وفي هداية مجتمعنا وفي إلقاء الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو التكنولوجيا. فكلنا يعلم دور التكنولوجيا حاليا في الوقت الذي كنا نلهث فيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي حياتنا، وجدنا أنفسنا في مفاجأة، وهي أنه لا يمكن لنا تطبيق التعلم أو التعليم، عملية التعليم إلا وكذلك التعلم إلا من خلال استخدام التكنولوجيا التي أصبحت فرض عين علينا جميعا. وكان هناك مساعي حثيثة في الماضي لكنها لم تكن كافية ولم تكن بالدرجة المفروضة علينا اليوم، وبالتالي حققت كلية التربية جامعة عين شمس كمثلها مثل مؤسسات الدولة نجاحا ونجاحات تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التدريس من خلال الفصل الدراسي الماضي. كذلك هناك مسؤوليات عدة ينبغي إلقاء الضوء عليها. تعلمنا في ما بين جدران كلية التربية التعلم النشط واستخدام التكنولوجيا في التدريس، وتعلمنا كثير وكثير بما يتعلق في تطوير التعلم وفي تطوير التعليم. وجاء اليوم الذي نطبق فيه ما تعلمناه على مدار السنوات الماضية. هناك مشكلات كثيرة تغلبنا عليها من خلال استخدام التكنولوجيا، حتى وإن كانت التجربة ناجحة إلا أن درجة النجاح مطلوب لها أن تزداد مع الوقت. ومن هنا كانت أهمية ندوة اليوم في إلقاء نظرة نقدية على الممارسات التي تتم في مجال استخدام التكنولوجيا، وبناء عليه نتوقع من خلال القامات والهامات المشاركة في هذه الندوة أن نخرج بمجموعة من التوصيات التي سوف تسهم بلا شك في تأكيد الممارسات الإيجابية أو أفضل الممارسات، وكذلك في إلقاء الضوء على ما هو مطلوب منا في المستقبل
لإثراء هذه التجربة. لم نكن نتصور أن نستطيع التغلب على مشكلة كثافة الفصول، لم نكن نتصور أن نستطيع التغلب على مشكلة المحتوى العلمي الذي يتميز بالتلقين والكتاب والمعلم كمصادر وحيدة لعملية التدريس. ولكن اليوم نستطيع أن نقول بمنتهى الأمانة بأننا وضعنا أقدامنا على أول الطريق، وهو استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي العملية التعليمية. وأتمنى من الله أن يتوج هذه الجهود بإذن الله، وهي امتداد للجهود المبذولة من خلال لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة التي أشرف بعضويتها جد شرف، شرف عظيم. وأتمنى من الله التوفيق دائما والنجاح في كل ما إن شاء الله. وشكرا جزيلا لحضرتك. ولنستمع الآن إلى كلمة الأستاذ الدكتور حازم راشد، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. يشرفني أن أكون أحد المحدثين في بداية هذه الندوة التي أكثر ما لفت نظري فيها عنوانها. أنا أشكر من اقترح أو اقترحت كلنا نعم. حقيقة العنوان بالفعل لفت نظري من حيث الكلمات المستخدمة، من حيث الترتيب، من حيث الجمع بينها. حقيقة اختيار موفق جدا للعنوان، تعليم والتكنولوجيا في المستقبل. في الماضي كنا نتحدث عن التكنولوجيا في مجال التعليم على أنها مجرد خيار من الخيارات يمكن أن نأخذ به أو لا نأخذ به، هذه مسألة تعود إلى الإمكانات وإلى القناعات وإلى آخره. لكن في ضوء ما حدث خلال السنوات الماضية وتحديدا السنة الماضية بعد انتشار الكورونا، أصبحت المسألة تحولت مسألة من مجرد خيارات أو قناعات إلى وجوب أو إلزام، لأنه ليس لدينا حل آخر. القضية بالنسبة للتكنولوجيا اليوم أصبح هو الطريق الوحيد المتاح في ظل الظروف التي نعيشها، وأتصور أنها ستفتح الشهية ليس في مصر ولكن في مختلف دول العالم لمزيد من الأفكار ومزيد من التطبيقات ومزيد من الاستخدامات للتكنولوجيا في مجال التعليم. لكن بما لا يفقد التعليم كونه أداة لتربية كيان الفرد، يعني لا أتصور أن نستخدم التكنولوجيا بحيث نكون عبيداً للآلات، عبيداً للتقنيات الحديثة. لا، يعني أتصور هذا هو التحدي الذي سيظهر خلال السنوات القادمة، كيف يمكن أن نستخدم التكنولوجيا بشكل أكبر في مجال التعليم تحديداً دون أن نفقد الإنسان إنسانياً. هذه مسألة مهمة جداً، وأتمنى أن نكون نحن في الدول العربية لنا دور كبير في هذه المسألة، لأنه المسائل القيمية والأخلاقية والروحية أساساً هي تشغل حيزاً كبيراً من ثقافة المجتمعات. أكرر شكري للمجلس الأعلى للثقافة وتحديداً لجنة التربية وعلم النفس على اختيارها لهذا المكان، أي كلية التربية جامعة الشمس، لعقد هذه الندوة. وإن شاء الله أتوقع ندوة مفيدة ومثمرة للجميع، وشكراً. أنا عشان التوقيت أنا نفسي طبعا أستمر معاكم، لكن حضراتكم عارفين لما يكون في الكلية بيكون الدنيا عاملة إزاي، فأنا معاكم قلبا وقالبا إن شاء الله. فاسمحوا لي بس أتردد يعني على القاعة من وقت لآخر بإذن الله، وإن شاء الله دايما تشرفونا وده بيتكم بالفعل. وبالفعل أنا في منتهى السعادة بوجود حضراتكم معانا، وأي طلب إحنا تحت أمر حضراتكم في كل وقت، وفي ناس موجودين لخدمتكم إن شاء الله في كل وقت. ودكتورة أسماء بإذن الله هي يعني معاها كل البيانات، وأستاذ دكتور مفتي طبعا هو المدير للقاعة، لكن دكتورة أسماء هي المحرك للناس اللي معانا اللي هيكون في أي طلبات أو أي يعني أغراض لوجستية هتقوم بيها دكتورة أسماء إن شاء الله. وأستاذنا دكتور المفتي عميد الكلية الأسبق يعني شهادتي فيه مجروحة،
لأنه أستاذ مناهج وطرق التدريس وعلمنا الكثير والكثير، وربنا دايما يديله الصحة وطول العمر. وبالفعل علمنا حب الكلية والإخلاص للكلية في كل ما يقوم به. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبسيبكم مع الدكتورة أسماء. اتفضل يا دكتورة. شكرا، نشكر حضرتك ونشكر حضور حضرتك. شكرا جزيلا، حقيقه نورتنا وكلمه افتتاحيه جميله، واحنا كلنا بنبحث في ما يمكن ان يرقى بمستوى ابنائنا وخصوصا في هذا القرن الـ21. شكرا يا فندم، الف شكر. دكتور محمد، دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان ارحب بحضراتكم في هذه الندوه المعنونه التعليم التكنولوجيا المستقبل. والحقيقه ان هذا الحروف يوجد بين عناصره تفاعل كثير، ولكن إذا اقتصر الأمر على التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم ثم المستقبل، نجد أن هناك عنصر ناقص وهي الأخلاقيات. فلا تعليم بدون أخلاقيات، ولا تكنولوجيا بدون أخلاق، والمستقبل بدون تعليم أو تكنولوجيا أو أخلاقيات قد لا نحمل ما سوف يحدث. لا أريد أن أطيل، فالمتحدثون أربعة. نبدأ أستاذة الدكتورة أسماء غالي الليث، صاحبة فكرة هذه الندوة والتي أعدت لها، فبنشكرها شكرا جزيلا. هي يعني جمعت هذه القامات والهامات، وبنرجو أن يبقى في ندوات إن شاء الله مستمرة بإذن الله تحت إعداد اللواء الشرف. موضوع الأستاذ الدكتور أسماء الرقمنة ومستقبل التعليم. تفضل. شكرا. بشكر حضراتكم جميعا لتقديمكم، وارجو ان يكون هناك اي لقاءات ممكن ان نستنتجها من خلال الورقه. الحقيقه موضوع الرقمنه هو موضوع خاص وموضوع مهم جدا. الحقيقه عايزين نتعرف اولا، يعني حسب ما رايت وحسب رؤيتي، انه هناك مفاهيم اساسيه يجب ان نركز عليها ان اردنا ان ندخل عصر الرقمنه وايضا في القرن الـ21، وخصوصا بعد ما راينا الازمه العالميه للجمهوريه كلها. فالثقافه الرقميه لا تعني مجرد المعرفه بالشيء، ولكنها تمتد الى الوعي. اهم عنصر من عناصر التعرف او التعريف باي مفهوم هو الوعي به. الوعي مثل المعرفه اللي اشار اليها الاستاذ الدكتور محمد المفتي، لانها هي العنصر الاهم في اي شيء بنستخدمه في التعليم او في اي ظاهره. الثقافه الرقميه بدات بثوره انسانيه علميه تعتمد اعتمادا كليا على لغه الحاسب الرقمي، وتعدد وتفضل كل لغات العالم.
فإحنا عشان نحدد ثقافة رقمية عايزين كمان نتطرق إلى المجتمع المجتمع الرقمي ومفهومه، ويفترض المفترض في هذا المفهوم أنه يوفر يعني إيه مجتمع رقمي؟ المجتمع الذي يعيش فيه المواطنون الرقميون يفترض أن يوفر لهم الراحة والرفاهية وتقديم خدمات رقمية تعينهم على تجاوز مصاعب هذا الخلل. أيضا يتطلب المجتمع الرقمي الثقافة الرقمية، يعني هي ثقافة رقمية يعني هي يكون مواطن رقمي، والثقافة الرقمية لها أبعاد مختلفة، ولكن هل يعني المواطن المستخدم فعلا للثقافة الرقمية هل يعني هل لديه الوعي وهل يعني يكون مواطن رقمي؟ ده سؤال مهم. تكمن أيضا الثقافة الرقمية إلى جانب الوعي الرقمي في قدرة المواطنين على استخدام التطبيقات الرقمية لإنجاز أمور حياتية وكذلك مجتمعية وكل ما نحتفظ بكل ما نحتفظ. إلا أن هناك جانبا أهم يكمن في الثقافة الرقمية وهو الخاص بالأخلاقيات الرقمية، على الصف وعلى معلومات الغير، على استغلال الصفحات الرقمية الموجودة والمواقع الرقمية الموجودة في الإساءة للغير أو استغلال معلوماته أو استغلاله أو الإساءة إليه وهكذا. لكن يجب أن المواطن على المواطن الرقمي أن يهذب نفسه وأن يلتزم بقواعد استخدام هذه الثقافة الرقمية وأن يتعامل مع الآخرين معاملة لائقة أخلاقية وعلى درجة من الرقي. الثقافة الرقمية هي مسؤولية المثقفين. من المسؤول عن الثقافة الرقمية؟ ومن هم الذين يتعاملون ويتفاعلون من خلال الثقافة الرقمية؟ هناك الحقيقة الثقافة الرقمية لها مكونات إيجابية ومعرفية، حيث يتمكن المواطن الرقمي من المشاركة فيها بإيجابية وممارسة أهم عنصر فيها وهو عنصر التفكير النقد ورفض القيم الرديئة وتبني القيم الإيجابية. لذا يحتاج المواطن الرقمي للوعي بالمكونات الثقافية والبعد عن الممارسات اللا أخلاقية كالقرصنة الإلكترونية. هناك أكثر من مستوى للثقافة الرقمية. أولاً مستوى المثقفين وهم الذين يتميزون بالوعي والقدرة على التعلم واستيعاب المستجدات المعرفية ونشرها والتأثير في الآخرين والمدركين لمهمتهم، وهم مدركون لأقصى حد بمهمتهم التنويرية، فهم الذين يقومون بعملية التنوير للآخرين، ومن هؤلاء هم المشرعون القانونيون وأساتذة الجامعات والكتاب. يليهم المستوى الأقل وهو ليس أقل كثيراً، حيث لا يمثل أفراد هذا المستوى مجرد متلقين وليسوا مستخدمين للتكنولوجيا فقط، ولكنهم مشاركون أيضاً في تغيير الوعي وتطوير الحياة الافتراضية وانعكاستها على الحياة الطبيعية كالمعلمين والإعلاميين. قطاع العامة والكثيرون طبعا هناك كان قد يكون هناك قطاعات اخرى وسطيه بين هؤلاء، ولكن خلينا نحدد الكام مستوى دول على اساس ان هم الابرز. وقطاع العامه منهم الحاصلون كثيرون منهم حاصلون على التعليم الجامعي، الا ان منهم الكثيرين من الاميين ايضا، والحقيقه وللاسف من هؤلاء الاميين الذين لم يتعلموا القراءه والكتابه والذين ليس لديهم الوعي. هنا الاميين ليس مقصود من هم لم يتعلموا القراءه والكتابه فقط، ولكن الذين لا يمتلكون الوعي لاداره حياتهم ولا اداره حياه اولادهم ولا اداره اي شيء في المجتمع. وللأسف هؤلاء يمثلون الكتلة الحرجة، وهي التي يعني تنتج وتفرز ظواهر كثيرة سلبية، قد تكون سلبية وتؤثر في المجتمع سلباً، زي ما بنشوف أمور المهرجانات والمغنين الذين يسلكون سلوكاً غير مألوف وغير مرضي لمعظم أفراد المجتمع ومعظم المصريين وهكذا. الحقيقة بنشوف على صفحات التواصل الاجتماعي أمثلة كثيرة لهؤلاء، وهؤلاء يسيئون إلى النشء وإلى التعليم وإلى عملية التربية بشكل عام.
هؤلاء هم كما قلت الكتلة الحرجة في المصريين، وهم أميون رقميا، أميون قد يكونوا أميون تعليميا وهكذا، وعلينا أن ننتبه إلى هذه الظاهرة الخطيرة. في القرن 21 حقيقة تؤثر الرقمنة على كل مجالات الحياة، إلا أن التعليم يعد من أهم هذه المجالات بصفته منوطاً بتشكيل وعي ووجدان مواطني الحاضر والمستقبل. وفي هذا العصر يؤثر الفضاء الكوني في تشكيل الوجدان والمعارف أشد التأثير، سواء بالتعليم المقصود أو الخفي أو العفوي. مسؤولية القائمين على التعليم هنا، هذه مسؤولية خطيرة جدا، ويجب أن تستند إلى عدة مبادئ، أهمها الإتاحة، إتاحة المجتمع الرقمي وإتاحة المجال الرقمي لكل المواطنين المصريين. وهنا الإتاحة تعني إتاحة الوعي، لازم كله يكون عارف، كل الناس تكون عارفة ما هي المواطنة وما هي الثقافة الرقمية وكيف ندير حياتنا من خلال هذه الثقافة. وأيضا الوعي المصادر، إتاحة المصادر، مصادر المعلومات، وزي بنك المعرفة اللي أنا شخصيا مش عارفة أتواصل معاه، مش عشان أنا مش عارفة أستخدم التكنولوجيا، لكن هناك مصاعد كثيرة تتصل باستخدام هذه الآلية. ايضا فرص التدريب والتدريب المجاني لكل افراد الشعب، ليس فقط للتلاميذ ولا المعلمين، والحقيقه هناك جاب وفجوه خطيره جدا في تدريب المعلمين، بنشوفها على كل المعلمين ان يدربوا نفسهم بانفسهم وهم مسؤولون، والحمد لله ان هناك قطاع كبير جدا او هناك فرص كثيره جدا متوفره عالميا للتدريب المجاني، وانا شخصيا استفدت منها كثير قوي. فرص التدريب يجب أن تنتبه إليها وزارة التربية باعتبارها المسؤولة الأولى عن هذا المجال الكوني. أيضاً الطلاب وتدريب الطلاب، مش عايزين نسيب الطلاب لأنفسهم أو للمحاولات العفوية، وده شيء خطير جداً أن نتركهم للمحاولات العفوية، وأن نترك خاصة سكان المناطق بعيدة والمناطق النائية لأنفسهم، حتى يعلموا أنفسهم بأنفسهم، وحتى لا يعني يكونوا قادرين على الانضمام إلى هذا الفضاء الكوني. دي مشكلة خطيرة جدا، علينا أن نتيح المصادر، الوعي، التدريب، وأيضا كيفية الانجيجمنت للناس اللي هم يعني أو أننا نحتوي كل هؤلاء الذين يعيشون على أطراف جمهورية مصر العربية، وهم من أهم أفراد المجتمع عندنا الحقيقة، ويجب أن توجه لهم عناية خاصة. ثالثاً، توفير المصادر التعليمية المتنوعة والمتجددة، مش لازم بس نقتصر على بنك المعرفة لوحده، ولكن علينا أن نبحث بأبنائنا ومعلمينا عن مصادر أخرى متجددة ومتنوعة، وأن نتيح الفرصة لكل هؤلاء، لأن منهم مكتشفين ومنهم عباقرة في استخدام مجال التكنولوجي، ودول عليهم أن يضموا ما يعرفونه من مصادر، أو يجب أن نسمح لهم بأن يقدموا كل ما لديهم. الحقيقة امبارح كان في مهندس جميل جدا ابتكر روبوت للتعرف على مرض الكوفيد في او الكورونا في بالنسبة لكل المرضى، وروبوت بيشتغل لوحده، بيقيس الحرارة والضغط وبيشوف فيه كورونا ولا لا، الحاجات دي الحقيقة. وهو مهندس شاب مصري وحده، وكان يطلب المعونة والمساعدة، كان في أحد البرامج الإعلامية. رابعا، توفير أدوات التقويم العادلة والموضوعية. ما ينفعش أبدا أن احنا نقول في نوع واحد من التقويم، وهذا النوع الواحد من التقويم يندرج على كل أبناء المجتمع وعلى كل الطلاب وفي كل المراحل، ما ينفعش. وأنا أقصد الاختبارات الموضوعية، فهي ليست صالحة لكل الأعمار أو لكل أنواع التقييم، لأن هناك تقييم في الأداء، وتقييم الأداء لا يمكن أن يخضع للتقييم الـMCQ أو التقييم الأسئلة الموضوعية. إتاحة أنواع التقييم لقياس الأداء والتفكير، وهو ما أعنيه، تفكير مهم جدا، قياس التفكير، قياس القدرة على التفكير الناقد، قياس قدرة على التحليل، على التفسير، على ربط الاثنتيسيتي، ربط العالم والحياة بمجالات التعليم والتعلم. ده كله لا يمكن أن يقيسه أستاذنا الدكتور نجيب، يقدر يقول لنا إذا كنت أنا على صح ولا خطأ.
كيف يمكن أن نتيح العدالة في التقييم بالنسبة للأداء وبالنسبة للتفكير وليس بالنسبة فقط لقياس المعلومات. سادساً، إعداد الطلاب للمشاركة الإيجابية كمواطنين رقميين. ده مهم جداً إن احنا نفهمهم إيه هو الفضاء الكوني. الأولاد سبقونا ولكنهم يستخدمون الفضاء الكوني فقط لمجرد الشات وتبادل الآراء والنكت والحاجات دي، فإحنا عايزين يكون هذه المشاركة تكون إيجابية وموضوعية وتؤدي إلى النمو الحقيقي والفعلي. بعد التوجهات التكنولوجية في التعليم، نرجو أن يتحول تعليمنا إلى استخدام، إلى أن تنضم الألعاب الرقمية الجيميفيكيشن، ما يسمى الجيميفيكيشن، إلى مجرد إلى التعليم والتطرق إلى المعلومات، ولا تقدم المعلومات لتحفظ من أجل أن تحفظ أو من أجل تذكرها، وإنما التعلم عن طريق اللعب حقيقة تعليم جميل جداً ويؤدي إلى نتائج أفضل كثير. استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي ده مهم جداً، عالم جميل جداً بيعتمد على الآلات وما يمكن أن تقدمه هذه الآلات اللي هو الارتفيشال انتليجنس إلى التعليم والمتعلمين بشكل خاص للقيام بعمليات عقلية مبدئية. الارتفيشال انتليجنس ما نعتمدش عليه اعتماد كلي برضو، ولكن نتطرق إلى استخدامه حتى يخدم الجهد الإنساني وهو الأكثر تعقيدا. دمج الجوانب الفعلية والاجتماعية والعقلية والتفكير لإتاحة المزيد من فرص التعلم والتركيز على التفاعل. الحقيقة في مفهوم مهم جداً جداً وعصري، ويعني بالنسبة لنا هو عصري لكنه استخدم من أكثر من 4 سنوات، وهو المايند سيت، إن إحنا نؤثر أو نركز على التفاعلات الداخلية في الدماغ والانفعالات والعواطف وأيضاً العمليات الفيزيقية وزيادة الوعي بالذات وتقبل الذات وعمق الفهم. أيضاً يجب أن نمتد إلى تنمية قدرة المعلمين على حل المشكلات الأكاديمية، وبالتالي طريقتها بتمتد أو هذا الأسلوب في التعلم يمتد إلى حل قدرة المتعلمين على حل مشكلاتهم الحياتية. تنمية روح المبادرة والمشاركة المجتمعية، تنمية القدرة على الإسهام في التقدم العلمي ورفاهية المجتمع العالمي، ما نبقاش محليين لكن نقول think globally and act locally، يعني إحنا لازم نفكر بطريقة يفكر بها العالم كله ولكن بنحاول نحل مشكلاتنا المحلية. التركيز على الأداء وليس مجرد النجاح واكتساب المهارة. في بعض الاستراتيجيات الحقيقة للتعليم الرقمي زي التعلم الذاتي self learning، التعلم التشاركي collaborative learning، التعلم القائم على حل المشكلات problem based learning، التعلم القائم على المشروعات project based learning، التعلم القائم على تنمية التفكير وخاصة التفكير الناقد، ولا يمكن أن يستقيم أي نوع بدون هذا الجانب من التفكير. دمج الألعاب والأنشطة والبعد عن التذكر وإلقاء المعلومات، التعلم العميق deep learning القائم على التغذية المتقدمة feed forward وليس التغذية الراجعة، لأن ده مهم جداً وده من أحدث المجالات في التي تعتمد على التفكير وتعتمد على deep learning اللي هو التعلم العميق ويتعلق بlayers في المخ وموضوع طويل قوي. ولكن أقول أبنائنا المصريين ليست قاصرة في أن تندرج تحت هذا النوع من التعلم. ايضا التعلم القائم على التساؤل inquiry learning، وبعدين القدره على تقييم الذات ده مهم جدا. اذا كنت هنقد الاخرين وافكر تفكيرا ناقدا في كل ما ارى حولي فيجب ان اتعلم كيف انقد ادائي. في بعض الطرق كثيرة الحقيقة اللي هي سيرش مثلا، زي سيرش وتشير لتنمية قدرة المتعلمين على طرح التساؤلات وتحديد الكلمات المفتاحية وتطبيق استراتيجيات مناسبة للموضوع وموضوع التعلم وكيفية الخوض فيه، وبعدين وضع المحددات وتحديد وتلخيص تراث أو كل عملية التعلم وأخرج بمخرجات جميلة جدا. امبارح كنت بتابع مؤتمر اسمه IATF في تدريس اللغة الإنجليزية في إنجلترا، والحقيقة كان في باحثين قدموا موضوعات حلوة قوي قوي منها جلوكال، حاجة اسمها جلوكال يعني think globally
واكت لوكالي، ودمجوا الجلوباليزيشن مع اللوكاليزيشن الاثنين مع بعض، وقدموا حقيقه استراتيجيه حلوه قوي قوي وجديده عجبتني جدا في تدريس اللغه الانجليزيه، ممكن ان تطبق على كل المواد. بشكركم شكرا جزيلا، وارجو ان الا اكون قد اطلت على حضراتكم، وبالتوفيق. دورة التكنولوجية والرقمنة، هناك دعوة لإعداد المواطن الرقمي، وهذا يتطلب أولا إعادة النظر في مناهج التعليم في جميع مراحله، رغم التطور في التنظيمات المنهجية المختلفة إلا أن المناهج لا تزال تعتمد على القاعدة المعرفة، وأيضا برامج إعداد المعلم. إذا أردت أن تعد المواطن الرقمي فيجب أيضا أن تعد المعلم الرقمي. هذه أول قضية. القضية الثانية وهي تنمية التفكير الناقد، ورجال التربية وعلم النفس يعني بح صوتهم في الدعوة لتنمية التفكير، ولكن لا حياة لمن تناجي. الناس دي في طريق، وما يحدث في تأليف المناهج وبناها في طريق آخر. تحدثت أيضا الدكتورة أسماء عن ما ينبغي أن تكون عليه استراتيجيات التعليم والتعلم التي يجب أن يتبناها المعلم ومعلم المعلم أيضا. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور نجيب حزام، وسوف يحدثنا عن التعليم التكنولوجي، من تحسين جودة التعليم إلى تحسين جودة التعلم. بسم الله والشكر لله. الحقيقة بشكر ربي انه سمح ان احنا نتقابل في هذا المكان، وبشكر المجلس الاعلى للثقافة لدعوتي في لإلقاء كلمة او مداخلة في هذه الندوة الهامة جدا. والحقيقة كان لي الشرف ان انا اكون عضو في هذه اللجنة سابقا، والحقيقة الجهد المبذول
لإعداد هذه الندوة من أستاذة الدكتورة أسماء، أشكرها ويشرفني جدا أن يكون رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد المفتي. الحقيقة الموضوع اللي بتكلم فيه أو هعمل مداخلة فيه مرتبط بعنوان هذه الندوة، ولكن من وجهة نظر حاجة أنا مهتم بيها جدا، وكنت عضو في مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد، ومن ناحية جودة التعليم وتحول أو التحول اللي أنا بأنادي بيه إن إحنا نهتم بتحسين من جودة التعليم إلى جودة التعلم. ويمكن الدكتورة الحقيقة أسماء غنتني عن حاجات كثيرة جدا في الورقة بتاعتها، وهي بتتكلم على أنواع التعلم وإزاي إن إحنا نركز على جودة هذه الأنواع. كل الأنواع اللي هي بتقولها دي جميلة جدا وصح، وفي دراسات كثيرة جدا حولها، ولكن المطلوب هو وضع معايير لجودة هذه الأنواع من التعلم، عشان خاطر ما يبقاش الكلام بتاعنا فعلا يبقى دخلنا في ما ثقافة زي ثقافة الجودة. الحقيقة عجبني جدا جدا ما قالته عن المواطن الرقمي، المتعلم الرقمي، المتعلم، التركيز على المتعلم. هبتدي مقدمة كده بسيطة لغاية ما عن خطة استراتيجية اللي كانت وضعتها الوزارة، وفي الأساس المنطقي بتاعها على كان المحور اللي هو كان الخطة الاستراتيجية لمكون التكنولوجيا في التعليم. الخطة الاستراتيجية بتاعت الوزارة اللي كانت 17-12 وحصل مد ديها 12-20. التحولات اللي كانت بتنادي فيها هذه الخطة سنة 12 كانت بتتكلم على التحول من التعلم اللي يركز على المعلم إلى التعلم الذي يركز على المتعلم. التعلم اللي كان بيركز على حاسة واحدة إلى التعلم الذي يركز على أكثر من حاسة، على عدة حواس. تحقق تقدم في مسار واحد إلى التحقق في التقدم من عدة مسارات. يعني بنشوف مسار واحد، لا عدة مسارات. بتكلم على خطة استراتيجية اتحطت والمفروض إنه يكون ثمارها من سنة 12. يعني كان الوسيط وسيط متفرد اللي هو بنتكلم في جودة التعليم إلى جودة التعلم اللي هو وسائط متعددة. العمل المنفرد زي ما قالت العمل الجماعي أو العمل التعاوني. توصيل المعلومات إلى تبادل المعلومات، من تحول من توصيل معلومة إلى تبادل المعلومات. التعلم السلبي، التحول من التعلم السلبي إلى التعلم الاستكشافي الفعال القائم على حرف على طرح الاستفسارات، وأعتقد إن هي اتكلمت على التعلم التساؤل. التعلم القائم على المعرفة وتلقين الحقائق، وزي ما قالت الدكتورة التحول إلى التفكير، تعلم التفكير مش بس التفكير النقدي، التفكير النقدي اللي بيسبقه التفكير التحليلي، ها، وأنواع مختلفة جدا من التفكير. وهو ده بقى الجودة أو شغل الجديد في التعلم الإلكتروني اللي هنتكلم عنه، اللي هتكلم عنه في الورقة، على التعلم اللي هو الاستكشافي، التفكير النقدي، الاعتماد على الاستجابة التفاعلية إلى الاعتماد على عمل مبني على تخطيط ومساندة. الموضوع أو العنوان اللي بقول فيه التعلم الإلكتروني، أنا هنا بقصد جودة التعلم، بقصد بيه جودة التعلم الإلكتروني. هو ده التوجه اللي بتحاول تركز عليه هذه الورقة. إحنا طبعاً في جودة التعليم بنتكلم على عناصر مختلفة، المعلم، المنهج، التقويم، كل الحاجات دي كلها بنتكلم عنها، ولكن في التعلم، جودة التعلم، بنتكلم على المتعلم بوجه خاص. التركيز هنا هيكون على أكتر على نواتج التعلم، على مهارات المتعلم، وأقول تاني مهارات المتعلم، ودور المعلم هنا بيختلف من
مرقم إلى ميسر إلى مدرب للمهارات. يعني شغل في التعلم الإلكتروني هيكون شغلته أكتر بتركز على المتعلم أكتر من على المعلم. طبعا الكلام اللي اتقال من شوية في المقدمة أنه أزمة الكورونا الحقيقة أثرت على التعليم تأثير كبير جدا، وآخر استناد إحصائيات منظمة اليونسكو 20 أشارت أن 91.4% من طلبة العالم لم يتمكنوا من الذهاب إلى مؤسسات تعليمية. طبعا الكلام ده معروف، سواء مدارس أو جامعات، وإغلاق المؤسسات ده كلف تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. في دراسات زي دراسة رايت سنة 16 أشارت إلى هناك عديد من التقارير اللي أفادت بأن نتائج التعلم نتيجة لتقديم التعليم عبر الإنترنت كانت ضعيفة. يعني التعلم الإلكتروني نتيجة للإنترنت كانت عملت دراسات إن كانت هنا ما فيش جودة، كانت السؤال دلوقتي هو يعني ايه جودة التعلم الإلكتروني اللي انا بتكلم عنه؟ عبارة ممكن تكون مثيرة للاهتمام ومثيرة للقلق. فعندما نتحدث عن جودة دورة او جودة برنامج تعليمي او دراسي بنتحدث عن مخرجات زي معلومات، بنشوف المعلومات بنعمل تقييم حتى بكل المعلومات والمهارات والقدرات. لكن جودة التعليم التعلم بقول كلمة e-learning ترجمتها بصب من هذا هي جو اللي هي learning e-learning تعلم إلكتروني أكتر من instruction اللي هو التعليم ذات أهمية كبرى. واتضح أهمية هذا النوع من التعلم في ظل إنفاق دول العالم سنويا أكثر من 35 بليون دولار على التعلم الإلكتروني، وتتركز 60-70% منها في الولايات المتحدة. سوق التعلم الإلكتروني ينمو بمعدل 7.6 سنويا، وصل إلى 51.6 مليون دولار خلال عام 16. مفهوم الجودة في التعلم الإلكتروني مفهوم معقد، حيث ينحصر التعقيد بين دورين لضمان الجودة. طبعا الهيئة احنا بنتكلم على ضمان الجودة لتحسين كونها وسيلة للمساءلة، لأنه بتبقى وسيلة مساءلة، وكونها طريقة لتحسين الجودة. التعلم الإلكتروني يعد أو يعتبر عملية إنتاج مشترك بين بيئة التعلم والتعلم، وهقولها مرة تانية وثالثة، تفاعل أو بين إنتاج بين بيئة التعلم والمتعلم. عشان كده بنتكلم على جودة التعلم، عشان كده هنا في الأسسمنت بنتكلم على الإيكولوجيكال أسسمنت اللي هو التقييم البيئي، بيئة التعلم، البيئة بتاع التعلم. مشكلة في التعلم مش زي ما كنا بنقول بس فقط المعلم والمنهج والمادة التعليمية والتركيز في الوزارة بيكون على المادة والمحتوى والكلام ده، لا، لأن المادة والمحتوى تعتبر وسيط فقط، لكن الهدف كله أنه من خلال هذا الوسيط بيحدث نمو لمهارات الفرد الفكرية وغيرها. هذا يمكن اعتبار وجهة نظر المتعلم نقطة الانطلاق لتحديد جودة التعلم بخلاف جودة التعليم. جودة التعليم بيعتبر فيها المعلم والمنهج والتقييم الأهداف هما نقطتي الانطلاق. عشان كده هنلاقي ان في جودة التعلم وخاصة التعلم الإلكتروني بنتكلم أكتر على نواتج التعلم أكتر من بنتكلم على الأهداف. يعني هنا التحول من أهداف، بنحط الأهداف وبلومه ومش عارف ايه والكلام ده كله صح في وقت من ذلك، لكن مش بقول ما نركزش عليه، ولكن بنركز أكتر على الايه النواتج. دور المعلم أو عضو هيئة التدريس في ظل التعلم الإلكتروني قد تغير من مجرد ناقل معلومات إلى القيام بدور الميسر للتعلم. عشان كده دوره مش الشرح المكرر أو المحتوى في الجودة، بيهمنا قوي 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 اللي وصل للمتعلم، المردود بتاع التعلم. وده طبعا بتنادي فيه كل النظريات من زمان، يعني مش حاجة جديدة يعني، ولكن هنا بقى التركيز، وخصوصا لو كان التعلم تعلم ايه إلكتروني. هناك مبادئ التعليم الجيد لبيئات التعلم التكيفية، لأنه هنا المشكلة في بيئة التعلم التكيفية عبر الإنترنت، ومنها دراسة سنتيكايا سنة 18 من سنتين، اللي هي الاهتمام بالخصائص الفردية للمتعلمين. كأنه هنرجع نعمل تاني زي ما كنا بنعمل في ذوي الاحتياجات، اسمها الاحتياجات التربوية الخاصة. كل فرد له احتياجات
تربوية أو تعليمية، قدراته مهاراته، فعنده احتياج. فهنا بنرجع، لو أنا عايز أتكلم على مهارة، على جودة تعلم، هنا اتعلم ولا لا، فهنا بتكلم على الاهتمام بالخصائص الفردية للمتعلمين، كأنه هنرجع إلى تفريد التعلم، برغم لأن هم عن بعد كل واحد هيبقى منفرد. تعزيز التفاعل، أسف، استخدام التقنيات القائمة على التعاون والداعمة لبيئة التعلم. هتلاقي بركز على كلمة متعلم وبيئة التعلم. تعزيز التفاعل بين المعلم والمتعلم. مساندة ودعم المعلم والمتعلم للقيام بأدوارهم الجديدة اللي أنا قلتها، اللي هو المعلم، اللي هو الميسر، المدرب، الكوتش، المهتم بالخصائص والاحتياجات التربوية الخاصة لكل متعلم من المتعلمين. توفير أدوات اتصال متزامنة وغير متزامنة، مناسبة ووفقا لتفضيلات المتعلم. طبعا بتوع التعلم كنا عارفين يعني ايه المتزامن وغير المتزامن. التقييم المستمر لأداء المتعلم أثناء التعلم، ده اللي بالناس الحكيم، تقييم مستمر. مفيش حاجة اسمها كل شوية بتقف عشان ترجع تاني، بدام انت بتتكلم على ناتج تعلم او بتتكلم على جودة تعلم، لانه في جودة التعليم المنهج خلص، التقييم طلعت النتيجة ايه، الدرجات، كل الكلام ده. التحول بيكون اكتر على التعلم. السماح للمتعلم، ده قالته الدكتورة اسماء، بالتقييم الذاتي. التقييم الذاتي زي ما بنتكلم على التعلم الذاتي، التقييم الذاتي، كل دي حاجات مهمة جدا، ودور التعليم فيها هيكون مركز عليه. تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة في الوقت المناسب، تزويد المتعلمين بالتوجيه والتدريب التكيفي. ويلاحظ أن معظم هذه المبادئ تركز على المتعلم. وطبعا اكتر حاجه انا بركز عليها وبركز عليها في الورقه دي هو المتعلم اكثر من المعلم. المعلم طبعا له دور مهم جدا وقلنا، ولكن مهم قوي قوي ده، لان عندنا متعلمين بثقافات مختلفه. معايير، نخش بقى على المعايير، بدل ما بتكلم على جوده التعلم الالكتروني، فايه هي معايير؟ تعرفين في الجوده في عندنا حاجه اسمها المعايير، في عندنا حاجه اسمها المؤشرات، ها، وإلى آخره من المصطلحات المشهورة في ثقافة الجودة. تتلخص معايير جودة التعلم الإلكتروني كما أعدتها وكالة التحقق من جودة التعليم العالي ببريطانيا في، ركزتها في ثلاث نوع، أن يضمن هذا التعلم النمو الحقيقي في شخصية وسلوك المتعلم. كلام اللي اتقال من شوية الدكتور المفتي والدكتورة أسماء على حتة الأخلاقيات والشخصية وكلام ده يعني لا جدال فيه، فهنا عشان تقول إن في جودة يبقى حصل نمو حقيقي في شخصية سلوك المتعلم. والترجم في بريطانيا الجزء بتاع اللي هو النمو الحقيقي، إيه مؤشرات النمو الحقيقي؟ 1، 2، 3، حطت مجموعة مؤشرات للنمو الحقيقي لشخصية وسلوك المتعلم. أن يتواءم مع احتياجات المجتمع في الظروف، هو مش عايش لوحده، وعايش فين؟ في مجتمع، فلازم يتواءم ده مع احتياجات المجتمع. عشان كده هتلاقي جودة التعلم الإلكتروني في بلد يختلف عن بلد تانية، ثقافة تختلف عن ثقافة تانية، حسب المجتمع، متأثر بالمجتمع. أن تتوافر فيه الخصائص، خلي بالك اتنين قالوها بدل كلمتين بس كل كلمة ليها معاني، العلمية والمهنية، scientific and professional. وقد أجريت العديد من الدراسات حول معايير الجودة ومجالاتها في التعلم الإلكتروني، وإن اختلفت فيما بينها في أهمية المعايير. كل حتة عملت عدد من المعايير تختلف عن المكان التاني. طبعا زي ما أنتم عارفين أنا بتكلم على جودة التعلم الإلكتروني. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، حددتها دراسة دي في الجين وفرايدبرغ من منظور المعلم. سألوا المعلم الجودة هنا من منظوره ايه؟ الالتزام المالي والتخطيط التقني الجيد، البنية التكنولوجية التحتية الجيدة، مساعدات منتظمة، عشان تقول جيد بيقدم مساعدات منتظمة للطالب، تصميم نماذج مناسبة لتطبيقات التعلم الإلكتروني،
كالمعلمين هم ده رأيهم، عشان أقول إنه التعلم الإلكتروني ده جيد. تصميم توفير المشورة الأكاديمية والدعم خلال المقرر، يعني مش تديله المقرر الإلكترونية، لا المشورة بتكون أثناء المقرر. التوافق مع توقعات المتعلمين وشعورهم بالرضا. بحب قوي 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 اما يكون في كل حاجه فيها احساس بالمتعلم، توقعاته ايه، رضا ايه. الرضا مهم جدا، مش مهم الرضا، لا مهم جدا يكون راضي عشان يقدر يكمل ويقدر يشتغل في التعلم الالكتروني. الدعم الكافي لاداره التعلم الالكتروني ماليا، اداره التعلم الالكتروني ماليا دعم، هم من ضمنهم دي تعتبر عنصر مهم جدا في جوده التعلم. توفير متطلبات النظام والشرعيه، طبعا قانونيا وشرعيا، التقويم الشامل لبرامج التعلم الالكتروني. دي كانت دراسه، ودراسه دي كبيره جدا الحقيقه اللي اتعملت. في دراسه ثانيه بتاعت ايثرز حول جوده التعلم الالكتروني من منظور المتعلمين، حددوها في 7 مجالات: دعم المعلم او المرشد، كل ما كان الدعم جيد ومرتفع للمرشد كل ما ده بيدل على جوده التعلم الالكتروني بالنسبه له لورد من الناس، ده بيبقى مهم. التغذية، وعلى فكرة في برامج كتير تعلم بيبقى بالاسم عنده قدامه، ومدير التعلم الإلكتروني بيقول له يا فلان، فهنا في بيعرف التغذية الراجعة لتقدم المتعلم، بيعرف إلى أي مدى، وطبعا دي نقطة خطيرة ومهمة جدا. آخر دراسة لـ 2006 بعنوان حاضر ومستقبل تكنولوجيا التعلم الإلكتروني، دي حطت 6 معايير للتعلم الإلكتروني، معايير جودة. بتكلم عن معايير جودة. المعيار البين الذي يسمح بتقديم المحتوى الالكتروني في كثير من النظم، مش في نظام واحد، مش ابلكيشن واحد، كذا ابلكيشن. معيار اعاده استخدام المحتوى بكل سهوله وسرعه. المعيار الاداري وتتبع النظم واعطاء معلومات متابعه للمتعلمين. كل شويه بيدي، رحت انجلترا الحقيقه واتفرجت على النظام بتاعهم، حقيقه كل متعلم عنده بروفايل كده وبيتملي كل شويه، يعرف تقدمه ايه، ايه اللي ناقص، الى اخره. معيار امكانيه الوصول، فيمكن للمتعلم الوصول للمحتوى المناسب. معيار قوه التحمل، حيث يتم انتاج المحتوى مره واحده ونقله عده مرات، يعني هو بيتنقل مره وبعدين ممكن جدا ان هو يتنقل اكثر من مره. معيار التطوير، حيث يمكن تطوير المحتوى طبقا للاحتياجات والمتطلبات. وعلى فكره الطالب بيضيف للمحتوى، يعني المحتوى اللي هو محطوط بالنسبه له لا ممكن جدا يتغير. وده الحقيقه يتطلب التحول اكثر من التركيز على تحديد الاهداف التعليميه وصياغتها، الى التركيز الاكبر على التحديد الواضح والدقيق لنواتج التعلم والتخطيط لها. تحول من التركيز على التحقق من تغطيه الماده، احنا بنهمنا جدا كان بتغطي الماده التعليميه الموضوعه، الى التحقق من مردود التعلم. مش مهم قوي كميه الماده التعليميه قد ما يهم قوي هنا في الجوده مردود التعلم للطالب. وايضا يتطلب الحكم على الجوده، الا يقتصر في الحكم على الاعتماد على جوده الطلبه اللي بيدخلوا البرامج، احنا بندخلهم في البرامج بيكونوا حسب المجموع، حسب الدرجه في التخصص، لكن هنا بيركزوا قوي قوي على مجموع، على جوده الطلاب الخارجين في دول. في حاجه اسمها الاطر الاطار الوطني للايه، للمؤهلات، هو ده الايه الاهم في مش بس فقط الاهداف. اخيرا وليس اخرا، عايز اقول انه اجمعت اكثر من دراسه على ان متطلبات جوده التعلم الالكتروني هي أن تحقق مكتسبات التعلم الفردي والجماعي معاً مع بعض، وأنه بتحقق التفاعل أثناء التعليم والتعلم. ونقطة مهمة جداً يعني بركز عليها، وهي تحقيق المتعة والبهجة، كما يقول أستاذنا الدكتور سيد عثمان الله يرحمه، بهجة التعلم. أشكركم جداً على استماعكم، ومعلش أنا دخلت في جودة التعلم الإلكتروني. شكرا جدا. أستاذ محمد نجيب حزام على هذا العرض.
في كثير مما ذكره أستاذ الدكتور نجيب حزام كان غائبا عني، وتعلمت من ما جاء في هذه الدراسة، وخاصة عن جودة التعلم الإلكتروني. الدكتور نجيب في هذه الورقة ركز على المتعلم، وده بيتمشى مع التحول في النظريات التربوية النفسية من التركيز على التعليم إلى التركيز على المتعلم. استفاض في شرح جودة التعلم الإلكتروني، وينبغي أن نركز على مخرجات التعلم وليس الأهداف، وبيئة التعلم والخصائص الفردية للمتعلم، وأن نعزز التفاعل بين المعلم والمتعلم. أيضا التركيز على التقويم المستمر والتقويم الذاتي والتحقق من مربوط التعلم والتوازن بين التعلم الجماعي والتعلم الفردي، لأن ده أيضا بيتمشى مع الدعوة لتنمية العقل الجماعي، لأن المشكلات اللي بنواجهها دلوقتي في العالم لا يستطيع أن يحلها فرد مهما أوتي من خبرة وعلم، إنما بيحتاج إلى فريق من المفكرين في تخصصات مختلفة. ولذلك يجب أن ندرب ونعود المتعلمين على أن يفكروا جماعياً ويتعلموا تعلم التعاون. تحدث أيضاً عن معايير جودة التعلم، وأن هذه المعايير بتختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، وكل هذا يجب أن يغلفه المتعة والبهجة في أتعب. شكراً. دكتور عصام دكتور مغيث يعني أيهم يعني. طيب تفضل الآن أستاذ دكتور عصام هلال بعرض ورقته البحثية المعنونة التربية والقيم الصاعدة عبر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، فليتفضل. شكرا. يعني بداية أسجل جزيل شكري لكلية التربية جامعة عين شمس ولجنة التربية والعلم النفسي مجلس أعلى الثقافة ولأحبائي الموجودين كلهم من أولهم لآخرهم. وأنا في الحقيقة الدكتور محمد تكلم على مسألة القيم والأخلاقيات كبعد من الأبعاد. أعتقد إن أنا لما هتكلم عن القيم فأنا في صلب فلسفة التربية وأخلاقيات التربية، ومن بينها القيم التي نتحدث عنها. هو العلاقة بين يعني كلمة المستقبل دي ما هيش كلمة منفصلة، وإنما العلاقة جذرية بين خبرات الماضي وتطلعات المستقبل، بالتالي في تناقض بيولد الحاضر الذي نعيشه. ولذلك أنا لا أستطيع أن أتحدث عن المستقبل دون أن أبدأ بنشر التكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والقيم. لازم أرجع إلى الخلف. اللي ساعدني في هذا كتاب لويلد يوران مترجم هنا في مصر الدكتور زكي نجيب محمود شارك في ترجمته، وهو قصص الحضارة لويلد يوران. لما نرجع للخلف خالص هيورينا كيف نشأت التكنولوجيا بداية،
ثم كيف تفاعل الإنسان من خلال التكنولوجيا في بعث صيرورة الحياة الإنسانية بشكل عام. وليه أنا بقول ده؟ لأنه كلمة الثورة الصناعية الرابعة أنا رأيي دي كلمة زائفة، لأنه هو بيقول الثورة الصناعية الأولانية اتعملت مع جيمس وات والمحرك البخاري، ثم الثورة الصناعية الثانية مع الكهرباء، والثالثة مع الاتصالات، والرابعة مع اللي هي بدء مع بداية هذا القرن، وهي يعني تعتبر الدرة الأساسية لتطور التكنولوجيا في العالم. لكن أنا ما أقدرش أنكر إن الثورة الصناعية الأولى ما هيش في 1760 زي ما بيسأل، وإنما الثورة الصناعية الأولى هي مع الإنسان الأول في تشبهه بالحيوانات، في إنه يستخدم أدوات لتطوير حياته. ف يعني أنا حضرت مثال بذا إنه عندنا قبيلة من القبائل، هذه القبيلة قبيلة من القبائل عايشة بيراودها أخطار بحيوانات مفترسة، وده بيتهدد وجودها أساسا. فطيب عشان تحل هذه الإشكالات تعمل إيه؟ بتبتدي تجيب مجموعة من الشباب وتقول لهم إحنا عندنا الخطر الفلاني. بعض الشباب يعني هيقول لك لا وأنا مالي الحيوان ياكلني وبتاع، لا أنا مش دعوة. لكن في ناس هتبتدي تقول أيوه أنا مستعدة لهذا، ويبقى عندهم بالرمح، عندهم بالحاجات البسيطة اللي كانت موجودة، وبيبدأوا واحد منهم بيبدأ إن هو يواجه هذا الحيوان المفترس فبيقتله. هنا بقى إيه القيم اللي في الموقف البسيط اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ إيه الأخلاق في الموقف البسيط اللي احنا بنتكلم؟ أولاً عندما نجح هذا الشاب في قتل العدو اللي بيهدد وجود القبيلة، هو أرسى مجموعة من القيم. أولها طبعاً الشجاعة، ثانياً الفداء، ثالثاً حتى مجموعة كبيرة من القيم صرع هذا الموقف. طبعاً هذا الموقف مش هيبقى لوحده، وإنما مع تكرار هذا الموقف مرة مع مرة مع مرة بيبقى عندنا إنسان استخدم تكنولوجي ثم طور مجموعة من القيم اللي احنا محتاجينها لتأكيد وجودنا وتأكيد حياتنا. بالشكل ده نبعت القيمة مع التكنولوجيا مع بعض في حبكة مع المجتمع اللي هم موجودين فيه، وده البعد الاجتماعي والقيمي للتكنولوجيا اللي احنا بنتكلم عنها. اذا يبقى الثورة الصناعية ماهيش الرابعة، لا ده في ثورة صناعية اولى نشأت مع الانسان. طبعا المسألة نسبية، يعني الرمح وإنه المرأة الراجل يروح للمحاربة والكلام ده، وهي تلاقي بعض البذور تبقى موجودة في الأرض تنزل عليها مطر فتنشئ زراعة، وبالتالي دي ثورة زراعية. والثورة الزراعية دي ما هياش عملية بعيدة عن الصناعة اللي احنا نتكلم فيها. إذن الماضي كله
هو الذي أنشأ التكنولوجيا بشكل كبير. أول ثورة هي الثورة الأولى التي صنعها الإنسان البدائي. ثم بعد ذلك لما نتكلم بقى عن الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة بالمسميات الجديدة دي، يبقى احنا ما أنكرناش حق الإنسان البدائي في صنع ثورة لا تخل أهمية عن الثورة الصناعية الرابعة اللي بنتكلم فيها. من الملامح الثورة الصناعية الرابعة عملية الإنترنت. طبعاً مش بس هي الإنترنت، لكن الثورة الصناعة الرابعة من منتجاتها الهواتف المحمولة، الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، ظهور الروبوتات، إنترنت الأشياء، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات النانو، والتكنولوجيا الحيوية. دي مظاهر الثورة الصناعية الرابعة. يمكن لو خدنا كل واحدة منهم عايزة طرد من الكلام في هذا الشأن. أهم ملامح الثورة الصناعية زي ما قلنا المجموعة اللي موجودة دي، ويمكن احنا في إعلان في التلفزيون الست اللي عايزة تجهز أكلها فجابوا لها التلاجة الجديدة اللي هي فيها أساليب الاتصال بالآخرين، وبدأت الأول كانت بتعمل أكل من غير الاتصال بحد، لكن لما جابوا التلاجة دي لإنترنت الأشياء اللي بنتكلم عنها، إن التلاجة فيها وسائل الاتصال اللي تديها المعلومات وتنقل معلوماتها للآخرين. وده إعلان يمكن إعلان ذكي جداً، لكن هو بدء شيوع فكرة إنترنت الأشياء معنا. من أهم القيم اللي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة التشارك في استثمار تكنولوجيا الاتصال، الشفافية، أخلاقيات التكنولوجيا، أخلاقيات الهندسة، فلسفة التكنولوجيا، الأعمال التي تحقق مصالح أصحاب المصلحة. دي مع كل ده بيكون القيمة الكبرى جودة الحياة. هذه القيم اللي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة أفرزت معها مجموعة كبيرة من المهارات. المهارات دي، وحتى في كتاب يعتبر من الكتب أو في بحث قدمه المنتدى الاقتصادي العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة وأخلاقيات هذه الثورة، فكان جايب عمل مقارنة بين أعلى 10 مهارات في عام 2015 وعام 2020. الفرق هو إيه؟ إنه الترتيب بتاع هذه المهارات، يعني حل المشكلات المعقدة ده الأول في الاثنين، لكن المسائل بتختلف في الترتيب بتاعها. لكن إحنا يهمنا فكرة التفكير النقدي في 2020 والإبداع والتعاون مع الآخرين، الذكاء العاطفي والتفاوض والمرونة المعرفية. دي من المهارات اللي مذكورة
في هذا الكتاب عن عام 2020. لكن المهم هنا ايه بقى المقصود بفلسفة الانترنت؟ لانه يعني اتكلم عن القيم يبقى لازم ابدأ بفلسفة الانترنت. وفلسفة الانترنت بتقوم على اربع افكار رئيسة. الفكرة الاولى فكرة الخدمة التي تتوقف عند التفكير في الشبكات من حيث الاستعلامات وبالأخص المزايا. يعني إنه الإنترنت دي خدمة لابد فيها من إعمال التفكير، ودي نقطة تعتبر مهمة. الفكرة الثانية، أنا بتكلم عن الإنترنت، أنا بتكلم عن إيه بقى؟ عن إنه في ناس بتعرض أفكار على الإنترنت وفي ناس بتعرض أفكار مضادة، ودي كلها بتعمل عملية مشاركة وأيضا تنافس وتناقض ما بين الناس. فالتفاعل اللي بيتم عبر الإنترنت ده هو اللي بتقوم عليه الفلسفة بتاعة الإنترنت. فأول فكرة زي ما قلنا هي الممارسات الشبكية، الخدمة نفسها. الفكرة الثانية الاحتجاب. الاحتجاب بمعنى ايه؟ انه ما هو رقمي وما هو افتراضي لا يختزل في جهاز آلي. يعني الانترنت ما هيش جهاز آلي، وانما هي معيشة، بيئة معيشية للبشر بتتفاعل فيها مع بعض لإنتاج الحياة بشكل عام. الفكرة الثالثة هي مفهوم اختلال الإنترنت. بمعنى ايه اختلال الإنترنت؟ لأنه الفكرة بتورد ويحصل التحور ما بينها، ثم تستعاد هذه الفكرة مرة ثانية، وإنما بشكل فيه نوع من الرسوخ والتأصيل. ده نفسه بيبقى فكرة إنه لقى الكلام الأولاني ممكن أن يختل، لكن من أجل إيه؟ بناء فكرة جديدة كبيرة. الفكرة الرابعة هي إنه تجربة المعرفة بتعتبر أصيلة وغير مسبوقة. بمعنى إيه؟ إنه القديم بيبقى موجود لكن الفكرة الجديدة لابد أن تكون غير مسبوقة. بتفاعل هذه العناصر بتنشأ فكرة فلسفة الإنترنت وفلسفة تكنولوجيا الاتصال بشكل عام. بهذا الشكل أنا أكون عرضت لأهم القيم في التكنولوجيا وأهمية التفاعل والتشارك من خلال الإنترنت، ثم تطرقت إلى فلسفة الإنترنت وفلسفة التكنولوجيا بشكل عام. هي مرتبطة بأنه هي ليها في البعد الوجودي أنها مرتبطة بوجود الإنسان، في البعد المعرفي مرتبطة بأساليب المعرفة عند الإنسان، وفي البعد القيمي زي ما اتكلمنا عن إزاي أنه القيم بتخلق مع التكنولوجيا. ويبقى عند الحاجة الأخيرة أن التكنولوجيا والمجتمع الاثنين شيء واحد، وأنه التواصل بينهم والتجادل بينهم هو الذي يضمن استمرار الحياة الإنسانية بشكل عام. وشكرا لكم. شكرا أستاذ الدكتور عصام الدار على هذا العرض والتأكيد على الأخلاقيات في استخدامات التكنولوجيا.
وجه وقد بدأ سيادتنا أن فكرة التكنولوجيا واستخدام الآلات عندما يتفاعل الإنسان مع المواقف حوله هي نشأة منذ فترة التاريخ، وأعطى عليها أمثلة، وأن هذه المواقف ترتبط بقيم معينة. أيضاً تناول التفكير الناقد والإبداع والتعاون والتفاوض والمرونة على اعتبار أنها هي قيم يجب أن نهتم بها، ثم ختم حديثه بفلسفة الإنترنت التي تقوم على 4 عناصر متفاعلة، هي الخدمة وعرض الأفكار واختلال الإنترنت وتجربة المعرفة الأصيلة وغيرها معروفة. بنكرر الشكر للأستاذ الدكتور عصام هلال على هذا الموضوع القيم. يتفضل الآن الأستاذ الدكتور كمال مغيث بعرض دراسته المعنونة التعليم والتكنولوجيا فرص ومخاطر. تفضل. أشكر معاليك يا فندم، وشكرا لكلية التربية ولجنة التربية وعلم النفس، وأنا سعيد مع حضراتكم، وأرجو أن أوافق في أني أنقل النقاش شوية في التعليم والتكنولوجيا فرص ومخاطر إلى التجربة المصرية واللي بيحصل في التجربة المصرية من حيث هذا الدخول المفاجئ والقوي الى التكنولوجيا واستبدال نظمنا التعليميه اللي احنا نعرفها واستقرت بتكنولوجيا التعليم. وانا متفق طبعا مع استاذي الدكتور عصام، التكنولوجيا لصيقه بالانسان الحقيقه، وربما كانت التكنولوجيا واحد من أهم العناصر اللي ميزت الإنسان عن غيره من الكائنات. كل الكائنات عايشة بطريقتها من ساعة ما ربنا خلقها، إلا الإنسان هو اللي قدر ياخد من الطبيعة زي ما احنا شايفين حجر ويخبطه ببعضيه فيطلع نار، أو يحوله لرأس حربة، أو يحوله لسكينة، أو يحوله لفأس حجرية. يعني الإنسان هو إنسان، التكنولوجيا جزء أساسي من تكوينه، جزء أساسي من إنسانيته، وده اللي يخلي أول فرصة من الفرص أمام التكنولوجيا إنها ليست غريبة عن الإنسان. الإنسان بيعيش حياته بالتكنولوجيا مع تفاوتات بشكل أو بآخر. الحقيقة التكنولوجيا والعولمة قرينان صنوان مرتبطان ببعض ارتباط شديد. كلما كان الإنسان أكثر استخداماً للتكنولوجيا وأكثر إيجابية في استخدام التكنولوجيا، وأن تبقى التكنولوجيا جزء من حياته، من حساباته الشخصية، من بحثه، من علاقاته بأشخاص، بزمايله، بأصدقائه، كل ما كان الإنسان بهذا الشكل في مجال العولمة، وكل ما زادت العولمة زادت وطأة وتأثير وقوة التكنولوجيا، وزاد الحيز اللي بتشغله من وعي وحياة وسلوك الإنسان. فرص في التكنولوجيا، إن الحقيقة التكنولوجيا لها أخلاق، لازم نعترف إن التكنولوجيا لها أخلاق. من هذه الأخلاق أنها موضوعية، هي لا تسأل الإنسان، كمبيوتر اللي قدامي ما يهموش إذا كنت أنا مسلم ولا غني ولا من الشرق الأوسط ولا واحدة ست، ولا هو موضوعي وبيتعامل مع الإنسان اللي بيتعامل معها. أنها محايدة بشكل كامل، هي بتستجيب لما تفعله فيها، وبالتالي مش بتاخد موقف أيديولوجي أو موقف بشكل من الأشكال. أنها دقيقة، هي بتتعامل بدقة شديدة. إذا وانت بتكتب كلمة عبد العزيز معرفتش
النقط تتحط فين تبقى هي هتقول لك لا أنا أسفة مش قادرة أتعامل معك، وهتدي لك استجابات غريبة واستجابات ملهاش معنى، أنها شفافة. يعني أنا لو عملت اختبار، لو عملت نشاط هنا وسبته، هي بتقول اللي جاي هو عمل كذا ودخل الحتة الفلانية وقعد كام ساعة ونجح في كذا وما نجحش في كذا، أنها متجردة، فضلا بقى عن فكرة تعظيم القدرة. الحقيقة تعظيم القدرة للإنسان دي مسألة هائلة، وزي وزي أستاذنا المفتي وزي أستاذنا عصام، مش عايز أقول زي الدكتورة أسماء يعني لأنها الجيل اللي جه بعدينا ما يعرف إنه كان ياخد طريق لكلية تربية كفر الشيخ لأن فيها رسالة علمية ولا فيها كتاب وحيد في المكتبة حط الدكتور فلان، والواحد أثناء ما هو شغال في الدكتوراه يضيع له يوم ويومين علشان يروح يحط الكتاب قدامه ويتحايل على الراجل، طب ممكن أصور 10 ورقات، طب خليهم 20 ورقة، طب بالشكل ده. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي إنه جينا المواقع، خشوا على الموقع ده فيه 100,000 كتاب، خشوا على الموقع ده فيه كذا، خشوا على الموقع ده فيه كذا، فهي بتسهل الأمور. الواحد أنا بكتب مقالات وكنت بشوف المشوار اللي بدبه كل يوم عشان أروح الأهرام ولا مصر اليوم عشان أسلم المقال ورقي، دلوقتي الأمور بقت ببساطة، الواحد بيبعت ويخلص ويشوف عايز التجربة في الحتة الفلانية تجربة. يعني تعظيم قدرة الإنسان مسألة أساسية، وإن كان هنا بقى في مخاطر في التكنولوجيا أحب أتكلم عن فكرة مخاطر فلسفية في التكنولوجيا، إنه هل من الممكن أن تصل الأمر إلى أن تستلب التكنولوجيا الإنسان؟ الحقيقة هذا خطر قائم، وأنا يعني كثير من أصدقائي وأولادي بيتكلموا عن إن أولادهم خلاص فقدوا القدرة على الاتصال بالبشر، هو طول النهار قاعد على التاب بيبعت طب انزل اتخانق، طب انزل اجر عجلة، طب انزل اعمل كذا، طب كل ده بيحصل في الحقيقة. وده بيفكر الواحد، كان واحدة من اليوتيوبيات عملها راجل جميل اسمه هيربرت سولويل، اتكلم عن ناس ضلوا الطريق في غابة ولقوهم متحصرين ونظرين لهم نظرة عدوانية لانكم لابسين ساعات، فاحنا هنا مجتمع ضد الآلات، ويبدأهم يفسرهم إن الآلات إحنا بنخترعها علشان نتصور إنها بتسهل لنا حياتنا وبتبسط الأشياء وبتقرب لنا البعيد وهكذا، ولكن بينتهي الأمر إلى أن تصير عبد للآلة، وأنك لا تستطيع أن تصل إلى المكان اللي الطيارة توديك ليه أو القطر، ما تقدرش تطبخ إلا اللي التلاجة والبوتاجاز يسمحوا لك بيه، ما تقدرش تعمل أي حاجة إلا إذا الآلات سمحت. وبينتهي الأمر بأنه يقول لك إن الآلات دي إن كائنات شريرة، وإحنا مجرد النحل اللي بينقل حبوب اللقاح من آلة لآلة ومن سلك الآلة، وإنت متصور إن إنت اللي بتوظفها لكن هي اللي مشغلاك عندها لأنها كائنات شيطانية شريرة. لكن على أي حال نسيب الإطلالة الفلسفية، من فرص التكنولوجيا تعليم المجموعات الكبيرة. بالفعل زي ما قال أستاذنا المفتي في الافتتاح، احنا والدكتور ماجد كمان أشار إلى أنه مين كان يتصور أنه ممكن ما نفكرش في أن الكثافة مشكلة كبيرة قوي، لأنه نقدر نقول للأولاد في مختلف أنحاء مصر خشوا على المادة الفلانية وهاتوها وقروها واشتغلوا فيها. فكرة كمان نقل التجارب الرائدة، تجربة رائدة في مكان تقدر تتنقل ويشوفها ملايين التلاميذ في وقت واحد، كل هذا في الفرص. من فرص التكنولوجيا كمان أنها تدارك نقص المعلمين ونقص المدارس، إطفاء الحيوية المفتقدة على العملية التعليمية. يعني الحقيقة عيالنا بعد ما تعاملوا مع الدش والسماوات المفتوحة ومع التاب، يعني بقت فعلا وجود أستاذ يقف لمدة 50 دقيقة ويرجع على السبورة وبصهم وعملهم، هو تعود يشوف حركة وأكشن
والوان وخناق وجري وناس بتفوز وناس بتنزل. فالتكنولوجيا هنا ممكن تلعب هذا الدور في اطفاء الحيويه المفتقده على العمليات التعليميه. كمان القدره الهائله لانها عالم بلا ضفاف، فتستطيع ان تتعامل ببساطه شديده جدا مع الفروق الفرديه عند اولادنا. الفرصه اللي بعد كده البناء على واقع حقيقي في تعامل اطفالنا مع التكنولوجيا. دول اولادنا دلوقتي العيال من اول سنه، وحضراتكم كلكم عارفين اللي عنده احفاد واللي عنده اولاد، الولد اول ما بيزن وتروح امه مدياله الموبايل ولا التاب تضمن انه خلاص سكت وانبسط، وهتلاقيه عمال يعمل كده ويجيب وينقل ويروح. ويعني في الحقيقه انا حفدت مثلا، ممكن تيجي تقول لي لا هات انا هغير لك البروفايل، هات انا هغير لك الخلفيه، انا هنزل لك البرنامج الفلاني، انا بالشكل ده. فالحقيقه احنا عندنا واقع، واولادنا في ايديهم التكنولوجيا وليس الغريبه بالنسبه ليهم، وعلى هذا الاساس فمن الممكن البناء على هذا الواقع ونخلص الجزء الوردي في الموضوع ونيجي بقى في المخاطر التكنولوجيا ومخاطر تطبيق التكنولوجيا على التعليم في موضوع التكنولوجيا غاية أم وسيلة. احنا الحقيقة لغاية النهاردة ما نعرفش ايه الوسيلة. احنا كل اللي اتقال انه في أزمة كوفيد اللي احنا فيها وما يقدرش الفصل يبقى فيه 70 تلميذ زي ما احنا متعودين، فاحنا الحمد لله التكنولوجيا هتريحنا من حكاية 70 تلميذ. ولكن أيوة عشان نعمل إيه بقى؟ يعني أنا عارف إن الفصل أبدي درس عن أحمد عرابي وحسأل التلاميذ بعديها مين استوعب ومين ما استوعبش، وأقدر أخد قرار ودرجات وحاجات زي كده. لكن لما خلاص التكنولوجيا بقت موجودة وبقت أمر واقع، إيه الهدف؟ إيه اللي مطلوب من التكنولوجيا لما ندرس التاريخ ولا ندرس الجغرافيا ولا ندرس كذا؟ التكنولوجيا والتفاوت الطبقي. الحقيقة على الرغم من أن أنا بقول إن التكنولوجيا سهلت كتير من حياة الإنسان، إلا أنه التفاوت الطبقي في مجال التكنولوجيا هيبقى شديد الوطأة وشديد الجبروت إلى حد كبير. يعني إحنا الواحد يقدر يقول إنه والمؤمنين يعني بتكافؤ الفرص والعدالة التعليمية وأصحاب الاتجاه اليساري في التعليم، إحنا بنميز طول الوقت ما بين التعليم الدولي الغالي اللي بمصروفات ونجي على التعليم الخاص وبعد كده التعليم الحكومي، ونقول هؤلاء الفقراء بتوع التعليم الفني اللي بيدخلوا تعليم للفقراء. إنما هنا في مجال التكنولوجيا الوضع هيبقى شديد الصرامة، ومش هيبقى قدام اللي ما يمتلكوش القدرة على التفاعل الإيجابي بالتكنولوجيا والتعامل مع التكنولوجيا والتعليم بالتكنولوجيا إلا إن هم يبقوا مجرد خدم عند اللي بيجيدوا، أو زي الأولاد الدليفري بتاعة المحلات عند اللي بيجيدوا التكنولوجيا وبيعرفوا يتعاملوا معها. لما استبدلنا التعليم الإلكتروني بالمدرسة ما حطناش في ذهننا أيوة هي وهي المدرسة مجرد مكان لتلقي بعض المعارف والمعلومات اللي هنستبدلها أو هنستبدل الكمبيوتر بيها بالتعبير الصح. طيب ما هي المدرسة، ما احنا عارفين إن المدرسة أداة للمواطنة، وإنه لازم الأولاد تشوف بعض ونبقى قاعدين في حصة واحدة، ده في فصل واحد، ده غني وده فقير، ده مسيحي وده مسلم، بنت وولد، ده من الحي رائع وده من الحي شعبي. ما هي المواطنة هي كده، التماسك الاجتماعي، مجموعة القيم، الاحتكاك بين الأولاد، المهارات الشخصية، كيف يبني شخصيته، كيف يعرف إنه يتصالح، إنه يتخاصم، إن حدود الغضب شكلها عامل إزاي في وسط اجتماعي وفي وجود مدرسة وفي مؤسسة بهذا الشكل. لما أجينا نفكر في التكنولوجيا ما فكرناش في هذه الأبعاد شديدة الصراع
وشديدة التنوع في نفس الوقت. كمان ما عرفناش، طب خارج المعلومات الواضحة والمحددة، إيه اللي موجود؟ يعني إحنا هل إيه المقرر اللي تحط لأولادنا في التكنولوجيا؟ هل التكنولوجيا كلها ملهاش معنى غير إن الولد هيلاقي الكتاب المقرر اللي مكتوب عليه تاريخ مصر والوطن العربي الحديث والمعاصر في تالتة ثانوي؟ هل كل التكنولوجيا قايمة على إن هذا الكتاب يقدر الولد يدخل الموقع ويلاقيه وخلاص على كده؟ هل هي دي التكنولوجيا؟ طب المعلومات اللي حوالين الموضوع، طب إحنا إزاي انتخبنا له مجموعة معلومات وقلنا له هذه المجموعات تفيد في هذه المادة أو في هذا العلم من العلوم؟ كل ده محدش يعرف عنه حاجة. الجزء من مخاطر إن التكنولوجيا ليست بسيطة ولا رخيصة ولا مجانية. التكنولوجيا هي متاحة وقدامنا هون، بس كمان أولادنا، وإحنا بنتكلم عن 23 مليون طالب، وحسب الإحصاءات الدولية 25 أو أقصد 50% من الأسر أو أكبر تحت خط الفقر، والأولاد مضطرين غير البنية الأصلية اللي يتوفر في البيت تاب ويتوفر في البيت تكنولوجيا ويتوفر في البيت كمبيوتر، إنه لازم كمان يتوفر شبكة إنترنت، وربما كمان لازم يتوفر كارت مخصوص للاتصال ببنك المعرفة لأدومودو اللي قالوا عليها ليسأل المعلم. فده إزاي حيتم ده بالنسبة للأولاد الفقراء دول، وخاصة لما يبقى أكتر من ولد في مراحل مختلفة من التعليم؟ المنهجية اللي أحاطت بالموضوع، المعايير، يعني أنا وأنا مدرس في الفصل، والواحد لما كان بيتكلم عن التقويم وأزمة التقويم، أنا كنت أقول يعني المدرس الجيد اللي تفاعل مع الأولاد وبص في عينيهم لمدة 6 شهور ووقف فلان وقعد وتعالى وانت روح وريني كراستك اطلع على السجورة اتكلم، موضوع التقييم بيبقى بالنسبة لي انتهى خلاص. أنا لو قولي بعد 6 شهور 4 شهور وقالوا لي ادينا درجات الأولاد اللي عندك في مادة التاريخ من غير ما امتحنهم حديهم الدرجات، لأني بقالي 3 4 شهور بتعامل يومياً معاهم وأبص في عينيهم، ده بيتم. هنا التقييم هيبقى شكله إيه؟ هل هنعمل في التقييم زي المهزلة اللي حصلت في امتحانات أولى ثانوي وثانية ثانوي؟ وحضراتكم سمعتوا زي ما أنا سمعت إنه كان في مهازل حقيقية. أنا أولادنا يقول لك دخلنا النت جه اشتغلنا ربع ساعة فصل، قالوا لنا لا ارجعوا للورق، وبعد كده جه تاني لا ارجعوا بقى للكمبيوتر، لا فصل لا راح. طيب وبعدين؟ وبعدين ويبقى في الخلفية بقى كمان إن فيه إدارة تعليمية عندها إملاءات تقول لا قولوا إن العملية نجحت وإن الربع ساعة ده هنمشيه حاجات بهذا الشكل، إشكاليات كبيرة، مخاطر القرار السياسي. الحقيقة إحنا مش داخلين موضوع تكنولوجيا التعليم بحيدة وشفافية ونزاهة وباحترام، ما عملناش لجنة وقالت إحنا هندخل بالشكل الفلاني، حتى اللجنة دي تتحمل بقى مسؤولية فتاويها وقعدتها وكده، ومسؤولية الخطة اللي عملها واللي هي المفروض تكون تعاقد بين جمهور الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وصاحب القرار، ما حصلش كل ده. وبالتالي عندنا مخاطر إنه تبقى في مشاكل كتيرة، لكن القرار السياسي يرفض إنه يعترف بيها ويرفض إنه يتعامل معها زي ما احنا شايفين اللي حصل دلوقتي. كمان عندنا ضبابية شديدة في دور المعلم. أستاذي نجيب خزام اتكلم عن تغيير دور المعلم، طبعا هيتغير بالتأكيد دور المعلم، ولكن ايه المحددات، ايه المؤشرات،
ايه اللي يؤكد انه انت تقدر تدخل فصل وتعرف المدرس ده احسن من المدرس ده بالطريقه التقليديه؟ طب بالطريقه التكنولوجيه بقى اقدر ازاي اميز بين كمال وبين فلان وبين فلان وبين فلان؟ كل دي حاجات مش واضحه. تزايد هيزيد التفاوت الثقافي بين المدارس الدوليه وبين المدارس الخاصه وبين المدارس الحكوميه بدون شك. المدارس الدوليه الواحد يقدر ببساطه كده المدرسه تقول للولاد تعالوا اقعدوا في الحوش وكل واحد معاه التاب وواصل بالنت وواصل بالزوم وكل انتوا عارفين مدرسينكم، كل ده يقدر يتم ببساطه. لكن لما نيجي نتكلم عن المدرسه اللي في نادي يعني ما اعرفش ايه والمدرسه اللي في كفر ايه والمدرسه اللي في بولاق التكرور، منين هنضمن بقى التوافر الحد الادنى من هذه التكنولوجيا اللي تخلينا نقول ان الامور ممكن تمشي وان في اي شكل من اشكال تكافؤ الفرص او العداله التربويه اللي هي الحقيقه جزء من تطور تاريخ التعليم المصري في العصر الحديث. جزء من المشاكل ان خطه التكنولوجيا اللي قدامنا مبنيه للمجهول في الحقيقه، احنا مش عارفين مين يعني واحنا متخصصين في التعليم ونقدر نبقى بنفهم في الموضوع. احنا المفروض كان هتتشكل لجنه فيها اساتذه مناهج طبيعي، اساتذه تقييم، واساتذه اصول تربيه، وناس مهندسين ما لهمش علاقه غير بتكنولوجيا الاتصالات، وناس بتوع شبكات، وناس بتوع بنوك معرفه، وناس بتوع تمويل، وناس بتوع قانون، وهكذا. واللجنه دي يعني هي بتقعد وتقول والله احنا هنعمل حاجات بهذا الشكل، وبعدين بنكتب بقى خطه، الخطه دي يقراها مين في اولياء امورنا، مين في مدرسينا يعرف ايه المرجع، ايه العقد اللي بينه وبين الوزاره في الحاجات اللي بتعملها دي. لدرجه انه مثلا بنت صحفيه بتقول لي ما انا حضرت، بتسالني يعني طب تفتكر هيحصل كذا كذا، ما انا حضرت مؤتمر وزير التعليم، تفتكر هيحصل كذا، طب ما سالتيش ليه؟ قالت لي لا ممنوع، احنا لما قالوا لنا انتوا جايين علشان تغطوا الحدث وتحضروا وتشوفوا، انما واحده ترفع ايديها بقى كده وتقول طب عمليه التقييم هتتم ازاي؟ طب لو في مدرسه ما عندهاش نت هيحصل ايه؟ طب لو في بالشكل ده؟ لا ممنوع الكلام ده كله. فضلا عن انه احنا مش عارفين الخطه استندت الواقع التدريبي والواقع الاحصائي والفني، كم من المعلمين؟ احنا عندنا 1,200,000 و1,250,000 معلم، كم في المية يجيدهم ويعرفهم؟ كم في المية من أولادنا يجيدوا ويعرفهم؟ كم في المية هل أعدينا كشوف للمتابعة تناسب التكنولوجيا؟ كل ده ما حصلش في واقع الأمر، وده من المخاطر. غياب المبادئ التعليمية أشرت إليها أكثر من مرة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، غياب التفكير في إنه الدولة إذا طالما انها ناويه تعمل دوله تتكلم على عدد كبير 25 مليون ما بين طلاب ومعلمين، هل فكرت الدوله في انها تعمل شبكه اتصالات خاصه بال 25 مليون دول، وبالتالي تبقى رخيصه وتبقى سعتها كبيره وتبقى بسيطه والتعامل معها سهل، ولا هتسيب الاولاد زي ما هي سايبانه كده في للشبكات اللي موجوده واللي معروفه والشحن وألاعيب الشحن بهذا الشكل؟ يعني دي بعض المخاطر لتطبيق النظام التكنولوجيا في التعليم المصري الحديث، ونتمنى يعني انه تبقى مخاوفنا ملهاش محل او على الاقل ما هياش بالضروره دي. واشكركم كثيرا لحضراتكم.
في مجموعة من المخاطر والفرص، وركز على المخاطر الفلسفية والمخاطر في عملية التعليم ذاته. يعني أنا هنتقي أحد المخاطر، وهي سلبيات عملية التقييم سواء بالنسبة للطالب أو بالنسبة للمعلم. أيضاً أضيف أن هناك مخاطر اجتماعية، مخاطر فلسفية أوضحها أستاذ الدكتور كمال، وهناك مخاطر اجتماعية بالرغم من الفوائد الكثيرة من استخدام تكنولوجيا التعليم سواء في التعليم أو في مناحي الحياة أو في مجالات وقطاعات العمل، إلا أنها تقوض الروابط العائلية وتفسد الدفء المنزلي. يعني داخل المنزل الواحد بنجد أن كل فرد معاه تاب ولا موبايل ولا حاجة وقاعد في ركن ومنشغل بيه، ومفيش أي نوع من التفاعل أو التشاور أو التجمع بين أعضاء الأسرة الواحدة. وإذا كان الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، فأبشروا أنه سوف يحدث تصدع في الجانب الاجتماعي في المجتمع إن لم ننتبه لهذه المخاطر ونستخدم التكنولوجيا بترشيد وليس في كل شيء وفي كل وقت مهما كانت الظروف ومهما كانت المخاطر. هذه الجلسة حقيقة جلسة ثرية جدا، والأساتذة قدموا يعني أفكار جديدة ويعني ثرية جدا وأثرت موضوع الندوة الرئيسي. اسمحوا لي أن أدعو حضراتكم إلى فنجان شاي كده سريع ونعود لكي يترأس الجلسة التالية الأستاذ الدكتور نجيب خزام. شكرا. طيب يعني عشان في بث مباشر فهنستأذن حضراتكم، يعني البريك هيجي لغايه عندكم ونستمر في الجلسة التالية. دكتور نبيل تفضل. دلوقتي في مناقشة ولا حتى في حتى يتكلم على طول عشان في بس مباشر. مين؟ دكتور عصام. مين؟ تفضل دكتور مصطفى. معلش
شرفنا وجود الدكتور استاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق، اهلا بيك. اتفضل يا دكتور. استاذ التكنولوجيا بجامعه طنطا، هيا تفضل. Thank you.